هذا الموضوع متجدد، نناقش بعضا من جوانبه مع دكتور فاضل الزعبي، هو الخبير في الأمن الغذائي وسفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا من عمان. دكتور أهلا وسهلا بك معنا. هذا التحذير ليس الأول، ونتناول كثيرا مسألة الأمن الغذائي وارتباطها بالتغير المناخي، لكن هل هناك مستجدات تعزز وتجدد هذه المخاوف لا سيما في القارة الصفراء؟ مساء الخير. مساء النور. زي ما تفضلتك تحديدا، نعم هناك الكثير من المخاوف. المناخ لا يضرب بشده وبقوه اكثر من السنوات الماضيه، وهذا في تغير انماط الجفاف والامطار والفيضانات غير مواعيدها. طبعا الفيضانات موسم الحصاد هذا يكون له سلبي جدا جدا على الانتاج وعلى القمه الزراعيه كامله. لذلك هذه قائمه وبشده، وللاسف بحب اضيف على تقارير الاتش اس بي سي بانه الامن الغذائي ليس فقط على اسيا وانما على اوروبا وتحديدا افريقيا. ببساطه يعني اسيا تنتج من الارز والحبوب، الهند ثاني اكبر منتج القمح، فممكن نسبه الانتفاع الذاتي عندهم تقل لان الاجراءات الحمائيه توفر ان هذه المواد افضل موجوده لديها. لكن ما بالك لما يتم منع تصدير هذه المواد الى دول لم تنتج اساسا الرز، وهي من اكبر المستوردين. نيجيريا من اكبر المستوردين الرز ولا تنتج الرز، وهنا نسب ازدياد في القارات الأخرى نتيجة هذا التذبذب سواء من المناخ أو من الإجراءات الحمائية اللي عم بنشوفها. لكن هل تمتلك الحكومات التي ربما يواجه اقتصادها تحديات كثيرة في تلك القارة خططا فعالة لمواجهة هذه الأزمة إلى حين الوصول إلى معالجة الأسباب الحقيقية والعميقة لمسألة التغير المناخي؟ يعني هو ردود الافعال او الاجراءات متفاوته، منها ما يعتمد على الاراده السياسيه في البلد، منها ما يعتمد على القدره الماليه. نجد ان الدول ذات الميزان المدفوعات المتاح بامكانها ان تزيد نسب التخزين، بدل من ان يكون لديها سته اشهر رز تصبح سنه، بدل من سنه قمح بتزيد سنه ونص وهكذا. لكن المشكلة تقع في الدول اللي ميزان مدفوعاتها ما يسمح أساسا، واللي هي منهكة بالديون اللي ما بتحلها هذا المجال، تتلقى صدمة ارتفاع الأسعار. ناهيك عن أن لغاية الآن هذه الدول سواء في أفريقيا أو في أسيا أو في حتى أمريكا اللاتينية لم تصل بردودها إلى مستوى التحدي، ما زالت ردودها خجولة ضعيفة. يعني اذكر امور اخرى تؤثر على هذا القرار مثل الفساد وغيره، ولكن لم ترتقي الى مستوى حدث. لكن دكتور ربما توافقنا الراي بان ازمه التغير المناخي تتحمل فيها دول كبرى المسؤوليه. هل هناك اي خطط دوليه او عالميه لالزام هذه الدول على تحمل مسؤولياتها والمشاركه في ايجاد حلول عاجلة وخطط إنقاذ لهذه المناطق الأكثر تضررا في القارة الصفراء أو السمراء؟ يعني حقيقة كما تفضلت ما يسبب التغيرات المناخية وخاصة انبعاث الغازات هي الدول الصناعية الكبرى، ولكن من يدفع الثمن الدول الأفريقية، الدول الضعيفة، الدول الآسيوية الضعيفة. وهذا دعا عدة نقاش هذا الموضوع في مؤتمرات المناخ، اخرها كوب اللي كان في شرم الشيخ العام الماضي، وراح ينطرح الموضوع ايضا في كوب هذا العام. لكن الدول الصناعيه الاخرى ما زالت تمانع في فرض الغرامات البيئيه. لابد من وضع غرامات بيئيه حتى يتم استغلال هذه الغرامات اللي بتدفعها الدول الصناعيه مقابل انبعاث الغازات من قبل الدول ذات الدخل الضعيف لشغلتين. الأولى
بناء الصمود والبنون الشعبية بزيادة المخزونات، والأمر الآخر البدء نعم بتحويل النظم الزراعية والزراعة بشكل شكرا، يفيد مجتمعات. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور فاضل الزعبي، الخبير في الأمن الغذائي وسفير الأمم المتحدة للأغذية. سابقا كنت معنا من عمان.